أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودني تكبراتو يمنبر تي في تكتاتايوت أنه مع القرآن برنامجنا جمرال مع القرآن قريب يسامنتو نانتن كقرآن غاري استواوك ألو يقرر بلو بلو ያሰባጨውን ፕሮግራሞች ያሰናዳ ያዘጋጀ ወድናንተ ያደረሰን የሚገኘው እንግዲህ በመታቋቸው ሴግመንቶች ወይም የፕሮግራም ይዘቶች አማካኝነት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው የፕሮግራም ግብዣ ያልፋለሁ። አጥር ያለ መልእክት ተከታተለን ከእንግዳ ጋር ተመለሰን መጣለን አብራችሁን ቆዩ። بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة في ميزان حسناتنا أجمعين. ودنا يتكبرات شوية مع القرآن بيتسبوت. ما زلنا مع القراء العشرة وضيفنا اليوم هو الإمام أبو جعفر يزيد ابن قعقاع أبو جعفر المدني ناتشي زاري وترنيات سمات شو أبو جعفر يزيد بن قعقاع إبالالو مولى يزيد بن عبد الله بن عياش بن ربيع المخزومي قدي باريان بارون أسأيته وتصونات شومالتنو. هو تابعي جليل وواحد من القراء العشرة تهلالك تابعيوش مهكلنا كأسرو كاريوش مهكلنو إمام أهل المدينة في القراءة قدي مدينة سوت بقرآن زوريا إمام ينبرنا ميمترشها متأجيات ينبرسونو. كان علما ثابتا لا يتقدمه احد في عصره تلاك علم نبرو لا يتقدمه احد في عصره بغزياتو منم قران اكبابي نسون تقدمو حساب يسطم نبر معناتنو. انتهت اليه رئاسه الاقراء في المدينه مدينه لا ياقرينت ليقو درجاو انغدي كفتنيا بوتا اساتشو لا نبر يابقاو. فاقرا الناس دهرا طويلا بتامر الجمامتنو سوتشن مدينه لا ياقروت. روية أن أبا جعفر أقرأ الناس في زمن معاوية رضي الله عنه تلاقوا صحابي ينقري معاوية زمن درس أقرأته له. وقد كان كذلك مفتيا مجتهدا بمعاوية قزي مجتهد مفتي منبرو. وكان عابدا صواما قواما الله بتأمم لكن كان صوامي للي تدمو أميك أمو سوى نبرو بصلاة مالتنو. روية أنه دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ناتاتين أم سلمة زندا هتاني يالا عند قبا من نقرال وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة راسنا بسا دعا عند الرقية تلتنا الله بركة عند الرقو راسنا بساتشو دعا عند الرقية تلت عندهم مزاقب تيانا سالو مالتنو. وكان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام عندك أن يفطر عندك أن يصوم نبر كصيام داود لك عند نبي الله داود صوم مالته نقولي أفضل صيام نبي صلى الله عليه وسلم بلاش نصوم سينا جرو يا نبي داود صوم نو بلوا له عندك أن يصوم عندك أما أفطر مالته. وقد سئل يوما عن فعله دي لم تدنو جني المتارجة وتبلو عندك أن تطيقه فقال إنما أفعل ذلك لكي أروض به نفسي للعبادة
اني كين مرقوا نفسين لعباده لمغرات نو سيلو ملس ستوالو الله اكبر الله اكبر انغري صوم نفسن بعباده لمغرات مالتنا. وقال نافع ابي نعيم ابو نافع ابي نعيم مجمر لي تاريخاتون ياييناچو تالاقو يا مدينه والقران ليق مالتنا. كان ابو جعفر يقوم الليل ابو جعفر اللي تون يقوم نبر فاذا اصبح جلس يقرئ الناس سيانقو قطتها سوچن ود ماقرات نبر ميدوت فيقوا عليه النوم لشده تعبه بتام راساچو يدككماچونا بتام كمدكماچو يتنسى انقلفاچو شلب يارغاچو نبر اياقرو مالتنا. فيقول لمن عنده اتقبل له سوچ نديل نبر خذوا الحصى فضعوها عند اصابعي ثم ضموها اذا انا نمت. لا اله الا الله لا اله الا الله تترهن سنة عتي مهكل لي ادرغوت لك سانغلاج جان بلوت لك سكريني هين بينون اندي ازكوت معناتنو اندزي ادرغوت تنستوت امواچو اندي نسو معناتنو. سبحان الله سبحان الله بزي ملكو نبر سوجن بتغل ميقروت. روى انا عبد الرحمن روى عبد الرحمن ابن ابن زيد ابن اسلم عبد الرحمن ابن زيد زقبوالو قال رجل لابي جعفر لابو جعفر عند سويه اندي علاچو هنيئا لك لما اتاك الله من القران بتعم ينبر اباچو قراناوي مغبارنا هي قران الاچو لي تايي سله نبر اندو الله سبحانه وتعالى يسطه قران انكون دساله منين يم يسدستني امان الله سبحانه وتعالى يسطك بلو علاچو اندي سيلو ملسولت ذاك اذا احللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه ياكم ميهونو هنيئا انكون دساله مبالو قران بمسطتي حلالون حلال يدركو اندونه حرامون حرام يدركو اندونهنا قران بامطاو نغير يسرهو اندونه نو سيلو راساچون اسانسو زق ادرغو ملس ستوت معناتنو. قران يتسطسو دلهنيا ميبالو من سيونو معناتنو بقران يسرى اندونه نو انغدي يتن ياله نو كقران راساچن نفتش. ايوه الاحبه ليست مهمتنا ان نقرا القران يتكبراتو ودوتشي هوي قران مقرات عالم علاماتن ونحفظ القران قران محفزن بتشار عالم علاماتن بل ان القراءه والحفظ قران محفزنا مقرات ينبغي ان تثمر عملا بما فيه يعني قران وسط يالو نجر لي مسرات فرين كالافرا ننزرا كالدرجن ما انببونا مقراتو بتشا تقمون بزام نو معناتنو. وتادبا بالقران بل علينا ان نحفظ محتواه وفكرته عندهم بلاجوا نقرأ من دونه قرآنه كمحفز بتجمعري قرآن استيقلون حساب محفز تاريخ لا يكون ناقلن فرس لا هيدو كسرى جاهدو كيف ننتمنى جسيلو نحن قوم بعثنا يتلاكن سويشن لنخرج العبادة من عبادة العباد تأوتن كمملك تأوت جيت أوتوش جيت هودهنو الله سبحانه وتعالى ننأوت عنو ومن جوري الأديان إلى عز الإسلام سيل نزين هو بهن نقرأ تناقر القرآن نكو تناقر تزكاش تارل ميسوي وي حسابون ديلالو ديلالو بلو كارل القرآن حسابون نعفزو كقالو بزلل ما لتنو. طيب سلزي حساب ولاي فوكس مارك بتأم بيزيك نقرنو. روى أبو جعفر عن ابن عباس كتال الله قوتو صحابوش مهكل كابن عباس زقبوال وأبي هريرة وعبد الله بن جابر وعبد الله بن عياش كنزيو لا زقبوال تلاميذته ورواته تماريو تشاتشونا كسو يزقبو جسويش سنة يدقمون. نافع ابن عبد الرحمن وسليمان ابن مسلم ابن جماز وعيسى بن داود وكثير غيرهم بزو للوت مسويش كساتشو قرآن كارتوال نقرقن وانا وشو زقابيو تشاتشو كابن أبو جعفر وسلوت مالتنو ابن جماز النا ابن وابن وردان ولتنا ابن جماز النا ابن وردان ناتشو. وكان محدثا غير اشتغاله بالقراءة كقرآن وتي حديث مليت أنكر رأسه نبرو. حدث ابن عباس وجابر ابن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم كالنزي سحابوت حديثا زقبوا له ممن روى عنه الحديث كالسودان حديثا كزقبوا تهلالك سويش معكل الإمام مالك ابن أنس تهلالك مالك يا مذهب مسرات إمام مالك وإسماعيل ابن جعفر وغيرهم للوتم. توفي الشيخ في المدينة سنة 30 على الأصح صحيح بونو يلموت كول خلاف بنورم صحيح وقن بتوس على سنة هجر علي مدينة علينا يموتت رحمه الله تعالى. وقد روى نافع ابن أبي نعيم مجمر علي تاريخات جنياتو تعلق القرآن لك نافع ابن أبي نعيم زقبوا له لما غسل أبي جعفر أبو جعفر بتهت أبو جزي نظروا ما بين نحره وقلبه كأنقتاتو اسك لباتو درس تملكتو كانه ورقه مصحف نت ورقتني مثل نبر كانغتاچو اسك لباتو برهان يمثل نبر سياطباچو يلالو
ذاك باب ينبروا سوج فما شك من حضر أنه نور القرآن ذاك باب ينبروا سوج عندما يتراطر إلا القرآن برهان دمي لكاتون يخدموا القرآن برهان اندهنا مالتنا رحمه الله تعالى وجمعنا معه في مستقر رحمته قري جنة لي كساتشونا كمسرتشو قال الله يسبسبن الله يزن الله طيب سودات شو تملك شو تاتشن هلي عندما نارقو إمامه أبي جعفر المدني ولا تزجابي تشلله ابن جمازنا ابن وردان بلان أستنى الله تشل يعني ابن جماز كه إمامه أبو جعفر المدني يازوتن رواية أسلم تأتشله للا كاري إذا مكالمة كف كاري شمرتن ب للا نيون يا ابن وردان الناس جم تأتشله طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين كان قرأ قارتها من الشيء متأل وعبراتهم قوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله صدق الله العظيم تملسنا اللي توددات شو تملكاش وتشاتشن نقدي كتلك أستاذ قام تملسني متأنو حقيقة إن شاء الله كنا سوّقار طرق ويتها من هالرج يهونال نانت متتكم بس عندما ينتسف على رجاله كشخ كأستاذ وليو قار ويتها على رجالنا راسات جوني توسنا استوقعون كتتها وده جو تاچنا الفلن حياكم الله أستاذي وياكم تراچنا كبرات شو زي رسالة جنيا شو كلب نام سجنا لنا نعم بتأمل نام سجنا الله يبارك فيكم حياكم. الله يحفظكم إن شاء الله آمين آمين الله يطبقك أستاذي سكراسنا استوقعون قدمكم ولي بيجي يعني هل شاركم لزان يا بسم الله سمي ولي أسفى إبالا أهون لي إن شاء الله أندلس مدرسة لي بورد أبال هوني مالت كيرا لي مالتنا كيرا سلام مسجد أندلس مدرسة لي زالي بورد أبالني أهون لي زالي يا قلق لكم إن شاء الله إن شاء الله ديوش نحسابه شيء ما أبرا نكاين إن شاء الله حياكم الله وياكم
እንግዲህ እንደው ለጊዜ ሐፊዞች የሚጠየቁት ጥያቄ አለ። የቁርአን ጉዞ ከየት ጀመረ? እንዴት ወደ ሐፊዝ ተቀላቀላችሁ? ከዛ በፊት ነዘር አከባቢ ለየት ያሉ ሐሳቦችን ከወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ያነሱልኝ ነበርና እስኪ እሱንም ጨምረ ያነሱልኛል። ቁርአን ጉዞ እንዴት ጀመረ? ከየት ጀመረ? ቁርአን የጀመርነው አባድር መስጂድ መካን ሳባድር መስጂድ እዛ ነው የጀመርነው። ጀመራ ነዘር የቀራነው ሼክ መሐመድ የሚባሉ አሉ። አላህ ይርሐማቸው አላህ ጀነት ያርጋቸው። አሁን የሉም በህይወት የሉም። እዛ ነው የጀመርነው መጀመሪያ ቁርአንን አልሐምዱሊላህ። እዛ ነዘር ቀራን። ያው አልሐምዱሊላህ ፈጣን ከሚባሉ ነበር የዛን ሰዓት ነዘር ላይ ጥሩ እንትን ነበርን። ከዛ ነዘርን سنጨርስ ሼክ መሐሙድ የሚባል አለ አላህ ይحفظه አሁን አለ በህይወት ኖርዌይ አካባቢ ነው ያለው። እዛ ነው ያሉት አሁን። በፊት ያው አባድር ኢማም ነበሩ። ኦኬ አባድር ላይ ኢማም ሆነው ያገለግሉ ነበር። በጣም አባድር መከንስ አባድርን በጣም ያንቀሳቀሱታቸው ናቸው ሐቂቀተን ለመናገር። እና ሼኻችን ሼክ መሐሙድ ላይ حفظ የጀመርነው የዛን ሰዓት ነው። ነዘር ጨርሰ ወደ حفظ ነው የምትሄደው። حفظ ደግሞ እሳቸው ነበር። እንደውም ካልተሳሳትኩ አዲስ አበባ ላይ ምናልባት የመጀመሪያ ወይ ሁለተኛ ሶስተኛ ቢሆኑ ነው። በጣም ቀድመው ነው የነበሩ حفظ የጀመረው። አዎ የተጀመረው እሳቸው ናቸው። ሌሎችም ቢጀምሩ ቀድሞ የጀመሩ ሊኖር ይችላሉ። ነገር ግን እሳቸው በሚገርም ሁኔታ ማሻአላህ ሒፍዝን ጀመሩ ከዓስር እስከ መግሪብ ነበር። ከትምርት ቤት በኋላ ትምርት ቤት እንማርና ከዛ ከዓስር እስከ መግሪብ እዛ ሒፍዝ ጀመርን። እሳቸው አስጀመሩን። ከዛ ያልን ያው ወደ ሒፍዝን ጨረሰ። አሁን ነዘር አከባቢ ፈጠን ያልክ ኡስታዝ እንደነበር እንትምልልኛል። ሒፍዝስ እንደዛ ነበር ፈጠንክበት? حفظ لي ياو كتمرت قاعد تنش كبدوين نبر حقيقه اوكي حفظ لي مالت نو نظر لي بنبرن بساعات ياو اندوم نستمر نبر اوكي تولو قرسن شيخون ناغزاچو نبر الله يرحماچونا مالت نو ياو بتام فلاغوتم نبرن يمسلنا بتام فلاغوت يفلقال بتلي ياو اندي كتمرت ملس سيون منام ايت يا فلاغوت يفلقال تككل اوكي يا حسن كتمرت ملس نبره نغير كن حفظ لي ያው እንቅስቃሴው ትምርትም ጫናም ነበር ግሬድ 10 ምናምን ስለነበረ ፈተናዎች ምናምንም ነበሩ። ከዛ አንጻር ነው ትንሽ ያታግል ነበር በጣም እንደው ነዘር አከባቢ ትንሽ ለየት ያለ ገጠመኝ እንደነበር አቆይልኝ ብዬ ነበር። ትክክል ስንነስ ነው ተመልካቾችም መስማት ይፈልጋሉ። አዎ ነዘር ላይ ጓደኞች ነበሩ አብዱል አዚዝ የሚባል አብረን መንቀራ የሳቸው ልጅ ነው ሼክ መሐመድ ልጅ ተማሪ አንሰራ ላይ ነው ያለው አብዱል አዚዝ ይባላል። እንደዚሁም ኑሩስ የሚባልም አንድ ጓደኛ ሶስታችን ነበርና እንዴት ነው የቁርአን በደንብ ቶሎ እንድንቀራውና እንድንحفظው ይሁን ነገር እናርግ ተባለ ሁለታችንም ማለት ሶስታችን። ከዛ እንደዛ ስንል እኔ ምን ሐሳብ አቀረብኩኝ ይሄ ቁርአን ውስጥ አንዳንድ ቁርጥራጭ የሆኑ የቁርአን ወረቀቶች ይኖራሉ። ኦኬ እነዛን ወረቀቶች በቃ እንዲገባን ፍላጎት በጣም ከመኖር አንጻር ነው በውሃ አድርገን እንጠጣው አልኳቸው። ቆራረጥ ነውና ውሃ ውስጥ ነከር። ከዛ በኋላ በውሃ ያረግን ጠጣ ነው። ጠጣችሁት ነው በላችሁት ነው? በላ ነው ጠጣ ነው ሁለቱም ነው በቃ። እና በጣም የሚገርም ገጠመኝ ነበር። ፍላጎት በጣም ነበርና በዚያ አጋጣሚ ቁርአን ትልቁ ነገር ፍላጎት ነው ብያምናለሁ። ትክክል ትክክል ወላጆችም በተለይ ልጆች ላይ መጀመሪያ ፍላጎት መፍጠር መቻል ትልቅ ነገር ነው። አባቴ አላህ ያቆየውና በጣም ለቁርአን ፍላጎት ነበር። ከዛ አንጻርም ነው ይመስለኛልኛም በጣም ፍላጎቱ ሃይ የሆነውና በተለይ አባት እናት የሚሰጡት ተርቢያ ነው ልጆችን ወደ ቁርአን ይወስዳሉ ማለት ትክክል ሐቂቃ ትክክል ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ጊዜ ብዙ ሰዎች ቁርአን ይመሐፈዝ ቁርአን አብዝቶ የመቅራት ከቁርአን ጋር የመተዋወቅ ከቁርአን ጋር የመላመድ ምኞት አላቸው። ነገር ግን ኡስታዝ እንዳነሳው ፍላጎት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መድረሳ ሂፍዝ ማከል መግባት አይጠበቅብም። ኡስታዝ እንግዲህ ከአስር በኋላ እየተመላለስክ ከትምርት ጋር ነው የሐፈዝከው። ይሄ والله ትልቅ ማሳያ ነው። ብዙ ሰዎች ማሐፈዝ ይፈልጋሉ በዚህ መልኩ። ይሄው ያፈዘ ሰው ምሳሌ ስን ምሳሌ አድርጉልኝ ሼክ ወልይ ሀያክ الله ኡስታዚ። እንግዲህ የቁርአን ጉዞ ይሄን ይመስል ከነበረ ከአስር በኋላ ከትምርት ጋር እየተመላላሳችሁ ታግላችሁ ሐፈዛችሁ። ከዛ በኋላ ኡስታዚ ለቂራት ወደ ሱዳን ወጣህ ነበረ ከቁርአን ጉዞ በኋላ ማለት ነው። አንሳር ሱና ዩኒቨርሲቲ ኦር ማአሃድ ተቀላቀላችሁ ነበር? ተቀላቀላ ለዛ እንዴት ግን እድሉን አገኘው በዛን ጊዜ?
من دنو بزاقزي أستاذ سعيد علي الله يحفظه الله يطبقه لنا سيد علي كيرا سيد علي كيرا أستاذ الله يطبقه لنا السوزة تمر ويمتال أنصار السنة معهد العالي للدراسات الإسلامية يبال لنا أهو قدم ذلك ودى ينفرستي كفبرا أستاذ سعيد إذا درسوا متعنا ولتها متمرو يمتال يعني دوما ينزينا سسامة دسالي الزام يا وقراتن شو مو كاكر نبر حفظوا لي من نبر نجنا يا أستاذ إن ذا سسامة تنساش إن تمت أنا أستاذ تزكية أفعلين ذا تروس من نبر أستاذ بتاع ما شاء الله وتقولوا ما رجع نبر مرة جاك أعمال يقبلوا التوس يقبلوا تونا نبرو أستاذ سعيد إن ذا على إن أعرف نبر أستاذ تزكية أفعلين ذا عندي كبروا كذا هيركن عندهم جزية رجنا وراسو بنتنو بتلالك باسوتشنو. أوكي. إسكا السودان. هجرة قارج باسوتش بالنسو هيدن. إسكا السودان الناس بس هيدن الحمد لله هيدن تزكية مسائية وفتنوا المعاينة الرجو. ما لد من المعاينة كونكشن أنا براتم تزكية ونيزاتون إذا. تزكية ونيزاتون. الله أكبر. نا حفظ تيجون عندنا بتوش لي. ولا تنيا رجمو كرا عندزيو عربية من مكرنا برا. عربي نعم تأيّكون نزيد إياكوش كذا ألفن. أوكي ما شاء الله. أنا ألفكن عندهن ميدام والتساكم يسوع. أنا ألفي كتلكن بس أهير كن مارس. زاه ولا تامت تمار. من دني تمارات في الزاه. وأنا ويا هلم ودا أسرع سوس تمرتوش نبر. أوكي. كورس ما عندك كورس. عندك كورس نعكر هون وجن ولا تامت دبلوم. دبلوم مشهد. أوكي. أربانس الدبلومي بارو ده زانة كارو. الزات أمارك شو؟ الزات أمارك يلا. ما شاء الله ما شاء الله. عندي نبرة قوي توت هذا. بس أماري في نبرة. ما شاء الله. قلت إنش تقل نبرة ما رد تقل سلة. عندنا يا مقتال. سودان يا أمور. ولا تنيا عندهمني يا عندنا دون دمج نبرو. يا زايتو بيعملورو. بس أم تقل نبرة. ميجرمو كم توهم سات أماري. همسة ونو يجرسو. كفدوت مالت. إتوب يا كيتوب يا كيدوت متهم سات أماري وسات تقالي كنا. عدلهم عدك عليه كالم. أوكي على ما أكفنه بزوس هون مين متى سينيغال نبرو عند زم كرات ميمكرو هلا سوس كرات وش ميمكرو نبر كرا أو رواية ميمكرو نبرو راس أوكي عجيب كزاوس كم تو همسة تمر همسة هون وقى جرس سبحان الله مقتوم مال عندنا يوم مشك وش نبرو مشك أو الناس يفلقوا ده مشك أدر جون ديال فنو ميلت تاقلو بدم وقتني زون ديال تأثير يا درج اللب لي ما جبات الدلال لو يميل حسابنا براشونا كزان صار انتنارو مارس ما شاء الله هلا تامت كويل كزاج أرشي ما تأهين أوكي ما شاء الله ما شاء الله وتيسم ترون برا الحمد لله حياكم الله أستاذ حياكم الله أستاذ إنجليك السودان بدأ مشك عنده برا مشك عنده من تقوام مشك حاسب بنك من فجأة تجر لنا له يتجرون تجرون طالب العلم وقتن في اللعب يسوي بزي تفتنو ما لف عند اللبت وما لف عند اللبت من بس فرست نبرات تك نعم ساسو نبرة جاب ساسو واحد من هذا كده كم ده سوي جونا جاء تك كلا ولا سوستينيو على أنت نالا لا ما عند سوستينيو ما عند سوستينيو وات أرسيد ولا سوستينيو كبروا هذا مسألة مشك عن مقاق أم ساقته ويا እንተምራል ኢትዮጵያኖች የሚገርመው ግን ማሻአላ 6 ነበር 6ታችን 5ታችን ነው 6ታችን ጨረሰ ማሻአላ በዚህ መሸቀውን ችለው እንት ማለታቸው ራስ ደስ ይላል አዎ ማሻአላ አንድ علي ምን ይገር አስተዋወሳችሁ ነው የመሸቀው ይሄ ችግር የሚባለው ነገር ካንተ ቆቆ ማንደሰው የሚጣፍጠውን ፍሬውን ወይ የሚፈልገውን ነገር ማንቲት እንደማይችል ለይዘርኩ ነዒም ለነዒም ይላልና أتعب قدمك فإذا تعب قدمك الله بيض وجه باكتسام كريمة حتى يسوده شكوب المطلب الله عجيب سبحان الله جزاك الله خير فإذا تعب قدمك قلنا أركمه إذا كمن دوني أسكدوه كيف تعرقها كيف دوك من نعمه بالنعي صقا صقا لي من هالتاقين تكك جزاك الله خير بتكبر اسنا سايتين حياكم الله وهي ندو وريلو شنو وش اللي فشلت كما درس على بحالك مع احد من دنو كما احد الانصار انصار السنه كذا بحال يا نبر بيوتس اللي سو بزاو سميت قتله اللي تنبر ام بزو غزي حافظوج قران كحفظوا بحال دقا ياكم ما هرزوا يغفهم انا سمزاو غاسي قوم يتيالنا انت كذا بحال ما هرزوا بزو غبطو
እንደ ወንዳንድ ሙስሊም ይሁን ነገር አበረክቶ ላይ የነበረችው እንዴ ኩኒታ እንዴት ነው? ማሻአላህም ጥሩ ነበር። ከዛ ወደ ቄራ ሰላም መስጂድ ስመጣ ከዛ ተመልሼ ያው درس ነው የጀመርኩት። አንዳንድ درسዎችን ተጅዊዶች ተጅዊድን ማስተማር ቁርአን ማስቀራት እንደዚሁም ደግሞ ኪታቦችን አንዳንድ ኪታቦችን ማስቀራት ጀመርኩኝ እዛ ከርኩ በኋላ ማለት ነው። የተማርኳቸውን አንዳንድ ሲስተሞችን በማውቀው መልኩ አስተምሬያለሁ ከዛ ከመጣው በኋላ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ተማሪዎችንም አፍርቼ ነበር። አንዳንድ ወንድሞች ይحفظም አሉ አሁንም ሒፍዝ ላይ ያሉ ያው ሙራጃ ላይ ያሉ ማለት ነው። አሉ ማሻአላህ። በዛው ስሜት ነው የቀጠልኩት አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። አላህ እንግዲህ ይሄን ኒዕማ አይወሰድብን ኢንሻአላህ። እና አሁንም በዚህ ለመቀጠል ነው ሐሳባችን ኢንሻአላህ። አሚን አሚን። እና በዛ ሂደት ላይ ነበር ቂራም እንደመጣው ቶሎ ወደ درس ኪታቦችን ማስቀራት ከዛ ወደዚህ ወደ ማከፈል ማለት ነው። ደዛ ነው ያረኩት አልሐምዱሊላህ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኡስታዝ ወልዩ ወልዩ እንግዲህ አላህ ወልዩ ነው። አሚን ኢንሻአላህ። ከሳቸው ጋር ምናልን ቆይታ የወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ከአፍታረፍት በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ወራችን ቆዩ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تملسنا علي توددات شتمل كاشو تشاتشن كوب بولتي رواي تمن دسن حقيقة مالتي حسا وچن سنة نسانة عرفت فمودات عشتن بفيت اندو اندان نسات شو ديك ونقل ديو من نسات عن لبت في يوم السبط بالك ساتشم حافظ النات نعم አባዝ እንደሆነ ነገርኛል። እንዴት ነው ግን ኡስታዝ ሐፊዝ ምን ሲምስት ጋር ምን ነው ሐዋል እንዴት? ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። ያው መጀመሪያ ከማግባቴም በፊት ኢስቲኻራ ሰለይቱ ኢስቲኻራ ሰግጄ ምናምን ነው በዛ ነው ወደዛ የገባሁት። እሷም ደግሞ ወደ ሱዳን ለدرس መምጣት ፈልጋ ነበር እቴ
ባለቤቴ ማለት ነው ከዛ በኋላ በዛ ነው በዛ ማካይነት አላህን ምርጫ ተሰግደል ምርጫ ሰግደ ከዛ በኋላ ነው ወደዛም ተሄደውና ሲጀመር ከዛ ነው መነሻው በስኻራ ከዛ በኋላ ስኻራ ሰገድን አልহামዱሊላህ ያው ተሳካ እሷም ኢብኑ ከثير ነበር ያህፈዘችው ማሻአላህ እና ሼክ መሐመድ ባኩ ተማሪ ማለት እነ ሙዚ በነበሩ ሰዓት ኡስታዝ ሙዚ ሙዘሚል የሱ ደረሳናት እና እሷ ያው ስጋ እሷን እዛ ሙዘሚል ጋር ነው ተማረችው እና ኢብኑ ከثير ጨርሳ ነበር ከዛ ወደ درس መቀጠል ሐሳብ ነበረት ያ አንድ ላይ እዚ ሆነን የመቀጠል ሐሳብ መጣና ከዛ ያው ተጋባን አቀጠል አልহামዱሊላ እና ደስ የሚለው ትልቁ ነገር ቀድም ያነሳው ፖይንት ነው ጥያቄው በጣም ወሳኝ ነው አብራስት ኑር ከሐፊዝ ከሆነች ሐፊዛ ከሆነች ባለቤትህ ጋር ዋናው ነገር ልጆች ላይ ተርቢያ ማድረግ ቁርአንን ማስረጽ ቁርአን ለቁርአን ያላችሁ ፍላጎት እንዲጨምር ማድረግ ነው ትልቁ ነገር ያው እኔም ግቤም እንደዛ ነው ኢንሻአላህ ልጆች ላይ ጥሩ ነገር የፈጠረችልኝ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሙራጃ ራሱ የመደማመጥ እድላለ አብርሃም የማረግ እነዚህ ነገሮች ሙራጃ የማድረግ እድል ይኖርሃል ለቁርአን አንተ እኔ ስደክም እሷ ቀና እንደሷስ ደግሞ ስደክም እኔ ቀና ያረግን ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በተለይ حفظ يحفظ ሰው حافظان ቢያገኝ ጥሩ ነው ማሻአላ ማለት እኔ የሚያየውት ነገር ስለላለ ማለት በጣም ትልቅ ተጽኗል አይ መፍጠር እድላለሁ እና ልጆቹም ቁርአን ላይ ያላችሁ ፍላጎት ይጨምራል እንቅራ ይላሉ አዎ በጣም ማሻአላ ኡስታዲ ብዙ ቃሪዎች ወይም ሐፊዞች ወይ ሸክማን እንደኛም ሰው ምን ይችላል እንደ ቁርአን በተወሰነ መልኩ የመረዳት ድሉን ያገኘ ሰው አይ የተወሰኑ አንቀጾች ወይም አንድ አንቀጽ ወይ የሆነ ሱራ ያው ሁኔታዎች ላይ ይችላል ነው በጣም ተጽዕኖ የሚፈጥርበት አንዳንድ ሰው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል ወይ ቺዝ ቻስ አንምጣ አም ግብኛል እንደው ማንት ከማከው ባክ ኡስታዞች ማከል ያሳ ስኪን ዶ ሚከም ዲ ቁርአን አልቀስ የሆነ ብለን ጠይቀ ነው ብዙ ናቸው አለኝ ግን አንድ አለ ونضع الموازين القسط بيوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا كم دي انتو لا اكبر ولن فلا تظلم نفس شيئا اذا هي بتقول لي ساوي كم دي انا لازم انتو دي لباتون السر ما يرق بتاعنا انكسر اه انت ميلني سوره العمران اللي يالو يا دعاء نو دعاء بتاعهم تاثير ارغبنيال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب متلو ثانيا سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزل لك تنقصش بتعملني انت الناج ربنا الله من لا سورة الإمران لي ربنا لا تزغ قلوبنا جيتها تشنه دعاء يا رجل انقري يا الله بارك لا تزغ قلوبنا ቀልባችንን አታጥመው እንግዲህ ዘይግ የሚባለው ድርቀት ወይ ደግሞ ዝገት መግባት ቀልብ ውስጥ ነው አዎ በቃ ከሐቅ ተዘንብለህ እዚህ ልብህ ላይ ዝገት ሲገባ ከባር ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كما رحم በኋላ እኛ አሁን ያው መርቶናል እስልምናን ሰጥቶናል ትልቅ ጸጋ ሰጥቶናል ቁርአንን ሰጥቶናል ይሄን ትልቅ ጸጋ ከሰጠህም በኋላ ጌታችን ሆይ አታዘንብለን ወይ ደግሞ አታጠመን ይላልን لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا منجدون كمرهم በኋላ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ጌታችን ሆይ ስጠን من لدنك رحمة እዝነትን ስጠን من لدنك رحمة كانت يهونه من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ደግሞ እጅግ ሰጭነ ሳትጠየቅ ምሰጥነ الوهاب سيتطيق ميسات يونه جيتا الله سبحانه وتعالى ايهن سانبو دسيلنيال بتام دسيتالو سانبوم عنداندي ياو ستاسجدبتم دسيلها اطر يالچ رمضان لي ستمرط اتشي نو مرطات اندو انا دس يميل انتنالو ياو اني اقم يلنيم يميل نغر نيا يالو ولتنيو ادم واتقوا يوما ترجعون الى الله فيه الى الله
واتقوا يوما يزان كم فريلة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما إلى يزان كم فريلة القيامة كان ترجعون فيه إلى الله ودع الله متملا سبتن كان سقوا فريلة كذا من الآلة ثم توفى كل نفس ما كسبت إيان دان دوا نفس بسراتشو نقر ثم ندالج يسد أتالي قد يستاذ النزي ولا تانك أزوج إن أنت لاي بتأم تسأنو ميفتو وناتشو حقيقة إن أنت لاي بتشان ولا مسوي لاي تسأنو مفتر يعلب باتشوم دو عند سو يفتر بني على ولا مسيح برا راو أنت ملي فتر لي قبالي اسمي زنا حقيقة دو كبرنا تانك أزوج من يسفر رالو لنفس مسجات إن دالب ميسا يو قرآن أنك أزوج ناتشو عند الدنيا لا يجلا عند يوم مكير كبوالا لا تزق قلوبنا بعد هذه أنا في الدنيا توفى كل نفس ما كسبت أخيرا لنا الله حقيقة أسفر له ما قد أطمت شون قرموني جزاك الله خير الله يحفظك شيخ حياك الله أستاذي كسودان كتملسات شو هلا مدرسة علي أنتني يالات شو يتقلات شو عندهنا يسرات شو عندهنا يجاوتات شو نبرنا مدرسة أندلس لي أهون لي يالات شو تزانو انداتك عليه قن ما هبرس باتشن لقرآن انداتك عليه حفظا وقراءة وتدبرا وعملا وتعظيما نزيل الله ما كبروا ما انببوا ما حفظوا ما استنتنوا ما سراتوا ما نوروا عندما تقالي ما برسة باتشن لقرآن يسطون بوتا انديت تايوت هالاتشو حبيبي الله يحفظك الله يتقبك اهنا عبد الرّي شيخ عبد الرحمن بلي الشالي عندو عندو انا من دنو هي لي كراسي جمرو كراسي سجمر اني مراسي يو قناني بيينو ما السبو لمن الرسول رأسه سموت أقربوه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ملك تنوكو علي الله يا ربي قيته إن قومي اتخذوا هزبو تشيازوا قرآننا هذا القرآن مهجورا ودوها ليتت على كهالا أرقوتال كجربا أرقوتال شلا بلوتال إلى الله سبحانه وتعالى إن سموت أساسبو أني مراسين هو اللي مقصص بيتهم. قالت يا مهابرة سواتشنا من دزانو يا الله أحوالهم ست ملكته. قرآن لي يا لو بوت عنا للي لا نجر يا لو بوت إلا يا حقيقة مالتهم. بتعم بتكبرم متهاونهم. إن هي قرآن يا براسو له الله تشنم تمرتي هناك. عدم قراءته علماء سيابر الروت عدم قراءته على ما انببونه. أهون أبزانيا وعند شيخ تطيقه عندما نبراتك وأن أنت تلق علمناك قرآن عندما نبرات تانبوي نبرات وسيبارو أهون وطعتك موبايل عندما يزو تنبرات الله أهون تقول أيتوات سبحان الله لموبايل يسطو جزينا لقرآن يسطو جزي ستايو كبار سوشال ميديا سوشال ميديا علي مالتهم يالو بات مكنات يالو مهابرسل بأجروا قلزوت شيخاتنا الله يطبق أجونا مالتهم إنّا قرآنًا أيّازاتٍ بتأم بكا بتأم حافظناتشو بتأم لقرآن يلا تشوبوتا سلمي تاوقني تتأيّك هين تياك جن الساتشو بعد شرو ملشوت وتعطو قرآن موبايل ندمي زونا برمني زو قرآن مالتاتشو قرآن بتأم إنك أرانا برا بوتان ساتونا برا بيسا عطونا بيجيزو قرآن إنك أرانا برا أهون جن هنا قريب أهون جن هنا قريب لم موبايل بموبايل تلبوت على نجار دالكو عبد الرّي أو قرآنن قديم ما برسوات شنن سن الملكات أبزاني ما برسوا قرآنن توتال مالت الجرال هجر أرجوتال كهالات توتال كمنبب بالنساء قرآنن قدمن دالكوت شيخون دجلس وتم قرآن يتنبّب على لهم ولا تاني دقمو تدبر ما استنتموا قام ورني أمسي ما تأمرت إني أقام راسو راسات شنن يترن على راسات شنن مجمرنا تكمل نعم نعم بوالن تدبر ليكن قال هيك أرى بسوا مسرات بقرآن مسرات فرد بيت لي بتيد هت فرد بيت متاقوما وبالوان يا أورسكيز ما تحكم بسوا مفارد مفارد على ما على ما قال بقرآن بقرآن مفارد هي بتقام وسائل نجار مسرات هاي نجار قرآن دين مفارد يعزنال جنسه مهيدو يا ودم الناقو ليلا وثانو يتفارد يالله نجر جن مسلمو بقرآن مفارد على البيت تلسيمات أمان النوم نجر نا قرآن ما توصي بعد بزو نجر هون يعلن شون يكاد تتالي ندمو عندنا ندم استشفاء بس هو دمو حكمنا على ما درك فوس على موسد
سنتوچاچن ምን ምርጫ ማራጭ ማረክ እስኪ ሞከር አይ ሞከር ነው ይባላል እና እኔ በጣም ስለሚከብደኝ ነው ሐቂቃ ይሄ ነገር ሱብሃንአላህ በጣም ብዙ ህክምና ብዙ ቦታ ተዙሩ ብዙ ተደክሙ ብቻ ቼክ ተደርጎ ብዙ ቦታ መጨረሻ ላይ እንደውስኪ እንደውስኪ ቁርአን እንደውስኪ እንደዛ ከሆነ ከይዙ ይባላልና ቁርአን ለሁሉ ነገር መድኃኒት ነው ሐቂቃ ወነዘሉ ሚነ አልቁርአን ማ ሁወ ሽፋ ወራህመቱ ሊልሙእሚን ሐያኩም አላህ ኡስታዚ ሽፋ ነው ፈውስ ነውና ወደ ቁርአን ተመልሰን ፈውስ بنናገኝበት ፋቲሃ ቀርተህኮ ቀርተህበት ቢስሚላህ ብለህ ተፍቱፍ ብለህ የቂነን ማስተ የቂነን በትክክል አምነህበት ያደርጋል ብለህ ይሄ ነገር ወደ ቁርአን መምጣት አለብን እነዚህ ሁሉን ያካትታል ያው ሰፊ ስለሆነ ነው እንጂ ኢንሻአላህ ያና ግዜ ቢብራራ ቢብራራ በጣም ሰፊ ነው ማብራሳችን ማንበቡ ላይ ብቻ አይደለም አለ መስራቱን ከኛም እኛንም ራሳችን ሳናጠራ ራሳችንም ወደ ተግባር መምጣት አለብንና ማህበረሰቡ ቁርአን ቱታል ሲባል ከማንበቡ ተነስተን እስከ መጨረሻው ድረስ ስናየው ከባር ነውና ይሄ ነው እኔ ምረደ ቁርአን ማህበረሰባችን ቱታል ሲባል ማለት ነው ሌላው ደግሞ hatta ለቁርአን ትኩረት ምንነሳው ከቤት ነው በያምናለሁ ከአባት ልጅ ባለቤት ሚስት ልጆች እነዚህ ሁሉ ከዛ ተነስተን ወደ ላይ ከፍ ማለት እንችላለን ትክክል ከቤተሰብ ነው የሚነሳው በቁርአን ከፍ የሚባለው ከቤተሰብ ነው መነሳት ያለበት ቤተሰብ ላይ ሲሰራ ማህበረሰብ ላይ ይሰራል ከዛ ሀገር አቀፍ ይሆናል ዓለም አቀፍ ይሆናል እንደዛ ሲሆን ነው ቁርአን የበላይ አደረግን ሊባል የሚችለው ወይ ደግሞ ከማ قال عمر بن الخطاب ቁርአን ከፍ ስታረግ ነው የበላይ የምትሆነው ቁርአን ከፍ ስታረግ ነው የበላይ የበላይ የምትሆነው እኛ አሁን ያው የተዋረድን የሆነ ቁርአን ስለተው ነውና ከኔ ራሴንም አካተቼ ቁርአንን የበላይ ስናደርግ አላህ የበላይ ያረጋናል ሐያከላህ ሐያከላህ ትክክለኛ ሐሳብ በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄንን ለማየት ቁርአን የወለደው ማህበረሰብ አለ ከዚህ በፊት ሁሌ እስልምና ታሪክ ምናወራው ማለት ነው አሁን ደግሞ ያለውን ማህበረሰብ መቃኘት ነው ስለዚህ የዛን የነበረው ቁርአንን ተከትሎ እንደዛ ከሆነ አሁን ቁርአንን ተከትለህ ስላል ሄርክ ነው እንዲዝቅ ያልከውና በጣም ሲምፕል ነገር ነው ቁርአን እንከተል ወደ ቁርአን እንመለስ ኡስታዚ እንደው የመጨረሻ መልእክት ነው ሰዓትም እየደብን ስለሆነ በውብ ቲላዋ እንግዲህ መሐል ላይ መንሻ ላይ መለሰህናል አስደምጠህናል እንዲሁም አሁንም ተመሳሳይ ነው ልኩ ቲላዋ አስደምጠና እንውጣ ኡስታዚ ኢንሻአላህ እሺ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حياك الله أستاذي، حياك الله، عليك أمر الله، بارك الله فيك. يقول إمام الشافعي ورحمة الله عليه: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. الله أكبر. عندك زي وقتن يا مسبسب يبتعشنتن وقتن لما فلق زك على لسو أدمي لكون يمهي منتن كابا تشكمو ينور لنا إلى لنا وقتن كأبادر تنستن السودان درسن تملسن عندلوس حرفن يا أستاذ وليو الله ولي الله ديارقاتشو سماتشو وليو آمين. وليو الله ديارقون من يلا የሳቸውን ታሪክ እንግዲህ ቁጭ ብለን ተከታተለናል። ከሳቸው ታሪኩም ነገር እንደጨበጣችሁ ለህይወታችሁ የሚበጅ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቆይታችን አላበቃም። አዲስ የጀመርነው የተጂድ ፕሮግራም አለ። እሱን ተከታተለን ከኔ ጋር እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመለሰናል። የተወደዳችሁ የሚንበር ቲቪ ተከታታዮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ማልቁራን ፕሮግራማችን ነው። ልዩ በሆነ የተጅዊድ ፕሮግራም ነው ተመለሰን የመጣ ነው። ከጎኔ ፕሮግራማችን የሚያደምቁልን ወንድሞች አሉ። ወንድሜ ፈውዛን አለ፣ ከጎኔ መሐመድ፣ እንዲሁም አምስት ወንድማማቾች በሚለው ልዩ የማልቁርአን ፕሮግራም የምታውቁት ወንድም ዙበይር አለ፣ ሐፊዝ ሆኖ ማለት ነው። ሁለት ወንድሞች ቁርአን አክተሙ አሉ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ቁርአን ሐፍዟል። ኢንሻአላህ ከነሱ ጋር ሐሳቦችን በደንብ እንወረወር እንለዋወጥ ነው የሚሆነው። እናንተም ደግሞ እዚህ ጋር በሚነሱ ሐሳቦች እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ደግሞ ምናየው ጠቅለል ባለ መልኩ ተጅዊድ ምንድነው የሚሉ ሐሳቦችን ኢንሻአላህ እናነሳለን። يقول الشيخ الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفة. يا عند أوكت وستولي للنسو ميشلو حسابوت عسرنا تشويلالو. إن مبادئ كل علم عشرة ياندون بسفيو أمنا يونال أسرنا تشويل الله الحد يما جمرو من مالتنو تجويد ميلو نقر مالتنو حد لوتال تعرفو دفنشنو مالتنو والموضوع من زوريانو أمياتانو ثم الثمرة كزاوالا دمو تجويد من مالتن دمو فريو من دنو يميلو مالتنو ونسبة ويريتين يوك أتزرفنو ميتقو يميلو نانسالو وفضله درجاوس يما مارو درجاوس تروفاتو مالتنو والواضع ما أنو تجويد ميبالون ተምህርት ለመጀመሪያ ጊዜ ያስቀመጠው የሚለው ሚዳሰስና መረሳት የለበት ነገር ነው። ለምሳሌ ያንዳንዱ ትምህርቶች ባዮሎጂ፣ ፊሎሶፊ፣ አርስቶትል ማን ያልን ተምረናል አይደል? ለክ እንደዚሁ ተጅዊድም ራሱን የቻለ ያስቀመጠው ሰው አለ። ወሊስሙ ስሙ ስኬት ታያዘ የሚለውን ወይም ስሙ ትርጓሚ ምን እንደሆነም እናነሳለን። ወስቲምዳዱ ህክሙ ሻሪዕ ሸሪዓው ደግሞ ምን ይለዋል? ፍርዱን ምን ይለዋል ማለት መማሩ ምንድነው? ፈርድ ለዓይን ነው ፈርድ ለኪፋያ የሚለውን ምናነሳ ይሆናል። አልስቲምዳድ ደግሞ ከየተኛው ከቁርአን ነው የተያዘው ከሐዲስ ነው የተያዘው ከፍልስፍና ነው የተያዘው ከምንድን ነው የተያዘው የሚለውም የሚዳሰስ ነገር ነው። ተጨማሪ ደግሞ የመጨረሻው ሐሳብ መሳኢሉን በውስጡ ደግሞ የሚዳሰሳቸው ነገሮች ምንድናቸው ተጅዊድ የሚለውን ኢንሻአላህ ጠቅለል ባለ መልኩ እምና ይሆናል ማለት ነው። طيب الحد اي تعريف حد ማለት definition ወይም ትርጉም ማለት ነው። ሉጋተን ተጅዊድ ማለት ሉጋተን በቋንቋ ደረጃ ቋንቋ ደረጃ ማለት እንግዲህ በተለያየ መድረክ ላይ እንደሰማነው አረብ የሆኑ ሰዎች በትክክለኛ አረብኛን የሚረዱ ሰዎች ቀጥታ ተጅዊድ ሲባል ጭንቅላታቸው ላይ የሚበጣባቸው ነገር ሉጋተን ተብሎ ይተረጎማል ማለት ነው። ወአተህሲኑ ወልጁዳ አንድ ነገር ማሳመር ማስጌጥ ማስዋብ ተጅዊድ ይባላል። ስለዚህ ተጅዊድ ማለት ምንድነው አለን? ተህሲን ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ። ወስጢላሃን ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን የሚሉት ነው። ወስጢላሃን በሸሪዓው ወይም ደግሞ ተጅዊድ እዚህ ዘርፍ ላይ ደግሞ ስናየው ተጅዊድ የምትለውን ቃል ለዚህ ዘርፍ ስናውላት እኽራጁ ኩሊ ሐርፊን እያንዳንዱን ፊደል ማውጣት ነው። ሚመኽረጂሂ ከመውጫው ቦታው እያንዳንዱ የአረብኛ 28ቱን ፊደላት መውጫ ቦታ አላቸው። እያንዳንዱን ፊደል ከመውጫ ቦታ ማውጣት ነው። ማኢዕጣኢሂ ከመስጠት ጋር ሐቀሁ ወሙስተሒቀሁ የሚገባውን ነገር እንዲሁም የሚገባው ነገር ላይ የሚንጠለጠሉ ነገሮችንም ከመስጠት ጋር ምን እንደሆነ በደንብ እናየዋለን። መኽረጀን ከመውጫ ቦታ ወሲፈተን ከባህሪ ወቅፈን ከማቋም ወብቲዳአን ከአጀማመር ጋር ሚን ገይሪ ተከሉፊ ድንበር ሳናልፍ አንዳንድ ሰው አለ ተጅዊድ ቀራለሁ ምናምን በተጅዊድ እንትላለሁ ብሎ
بكي رقطوا الفي دلون لا اله الا الله ولا الضوء بك بتام ضارن انيا كما ناقو وجه معناتنا خارم لك اندزي بزي ملكم يوتو سوتش قالوا من غير تكلف ولا تعسف تعسف دغو مالت ياو يا تكلف للانيو صار نو مالت بتام دمو زناس خا مالت سينوربت خا اندزي نو مالت سدسو دم يوتو سوال انديم سايون مالت سدزي بزيم طرف ساتون بزيم طرف ساتون في دلون يميغباون نجر مسدت نو طب طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا كنبي صلى الله عليه وسلم مسلموت بسموت مسرت بوسدت مسلت كاغلي كاغلي يسمى صحابو كتابعيو يسمى تابعيو كصحابو يسمى لك اندزي نو على القران يا جدرسو بزا ملكو قرانا مانبب من يبالال تجويد يبالال بمن ترغوامي مالت نو بتجويد مهران يميسطو ترغوامي غلص نو زي اكبابي ان شاء الله تملكاشوچاچنم انغدي غلص اندهونلاچو تسفا ادرغالو تجويد سيبال انغدي غرم يلن سو كالن يي نو ترغواميو مالت نو ازي جا قدم سنانساو حقه ومستحقه يميلو لت نغروچن استن نبر ما الفرق بين حق الحرف ومستحقه عند في دال ميغباو نغرنا ميغباو نغر لا يمين طلطلو نغر ليونتو مندنو بزو غزي بزو يا تجويد استماريوچن مالت نچلالن يي نغر سيستمرو غلص يادرغوتم حقه ومستحقه ولو اند عند نغر نو ميرفو حقه مالت مسلاچو صفه الذاتيه اللازمه التي لا تقوم ذات الحرف بدونها يا عند في دال يراسو يهونا يغلو باهري يا باهريو يتوجد اندونا فيدلو اند فيدل ليغني ما يچلبت مالته انا يوالن من مالت اندونا مستحق دغمو مالت راسو يغلو يهونا عند باهري يالو عند فيدل اذا باه يهم باهريو سنسطو لزا فيدل اسو لي تنترسو اذا لي تنتلتلو يميمطو ليلوش نغروتش قالو لمثالي صفه الاستعلاء فيدلوچ يوهالنيو يملاس كفل منسات حقاچون لمثالي ميوفر في دلالاتوچن بناي خ ض ط نزي يوهالنيو يملاس كفل كفيلن ايه حقاچونو ايه فيدل موطات علبت كتباله جديتا منسات علبت غرز نو امامبي يوهالنيو يملاس كفل من منلبت كف مالت علب ايه حقو نو مستحق دغمو مالت ايه يوهالنيو يملاس كفل كف سيل من يهونال مالت نو ميوفر علبت تفخيم دغمو مستحق نو مالت بزي يوهالنيو يملاس كفل منسات فيدلو ندي وطا جديتا مغنيت علبت باهري سيون يوهالنيو يملاس كفل دغمو سينسا فيدلو من يهونال يوفرال مالت ايه من يبالال مستحق يبالال كل زنا فوزي ما شاء الله طيب نكتل يمي قطرون دمو فيدلاتوچن بتمساساي ملكو بزي ملكو ني صفه الاستفال لمثالي با تا جيم ها انزي دمو استفال يوهالنيو يملاس كفل ودا لا يكفل مسكي جابلو لي جا جا ايلم جا انل مرل يوهالنيو يملاس كفل كف ايلم فلذي جا سنل جيم لموطات جديتا مغنيت ياللبت باهري نو يوهالنيو يملاس كفل زق مالت ياللبت من ودتاچ مورد ياللبت جا سنل با سنل مالت ይህን ተከትሎ ምን ይመጣል ፊደሉ ተርቂቅ ይሆናል ይቀጥናል ማለት ነው ባ አንል ማለት ነው ግልጽ ነው طيب በዚህ መልኩ ማለት ነው እሺ እንቀጥል ሁለተኛው ደግሞ اهميه القراءه تجويدን የመማር አስፈላጊነቱ ምንድነው ሁለተኛው ወይም ደግሞ موضوعه تجويد ምንድነው የሚያጠነው ምን ነገሮችን ነው የሚነካው يعني ما هو الشيء الذي نجوده ونطبق عليه احكام التجويد تجويد سنل من ناس عمرو تجويدن الا يلاي منافسباتيو نغروچ مندناچو كتبال كلمات القران الكريم يتكبروا يا قران قالاتوش ناتچو كذا وجي حديث يقرا لمثالي عندي بتا كمي غيرني معناته نو يقران اندي كتاب يقران اندي يلمدبت سون نا بقى بتام بميغر مونيتا لك اند قرانو تجويدون مندن كتابو يقرا معناته نو قال ابن اجرم منامسي شيخاتكم منالت انتو مسراو تولو تولو بلنجي اتعلمتو بلوتالنا مندنو تجويد بواننت ميملكتو قران وسط يالو قالاتوچن نو معناتنو طيب موضوعو مندنو معناتنو قران وسط يالو قالاتوچ الثمره الىنيو دمو فريو مندنو كتباله تجويد يممار تقمو فريو مندنو مناغي ماذا نستفيد من علم التجويد علم التجويد بمماراتشن مندنو مناغنيو كتباله انه يدرب اللسان ويمرنه على الصواب والنطق الصحيح لكتاب الله تعالى ملاساتشن يا الله سبحانه وتعالى قال سنانب قران سنانب بدنب اندنلمامدو بدنب بتكلنيا كنبي صلى الله عليه وسلم يا اوتوت يا نبوت بنبرو ملكو اندنانبو زندا يردانا له معناتنو اغنياچين كلصنا طيب نقتلالن
ሌላኛ ሐሳብ فضله ደረጃው ተጁድ የመማር ደረጃው ምንድነው እስልምና ምን አይነት ደረጃ ሰጥቷል ለምሳሌ ፍቅህ መማር ትልቅ ደረጃ እንዳለው ተፍሲር መማር ትልቅ ደረጃ እንዳለው እንዲሁም ሌሎችም የሸሪዓ ዘርፎችን መማር ትልቅ ደረጃ እንዳለው እና ቀለ ለምሳሌ በቅርቡ ማቀወኒ ሸኻችን ላይ አረብኛ ሉጋ ጀምሯል የራሱ ደረጃ አለው አረብኛ መማር ለክ እንደዚህ ተጁድ መማር ምንድነው ደረጃው ከተባለ يكفي انه من اشرف العلوم لانه يتعلق باشرف الكتب وافضلها الا وهو القران بقى درجون كميجلصو نغروت تجويد مياازو كمندنو كقران غار كلازي كقران غار مياااز ماننيوم نغر درجون لمجلص كقران غار متتغاتو بقي نو حافظ القران قران ميقرو سوتش قران يحفظو سوتش درجاتو كف يالبت مكنيت مندنو كقران غار سلتيازنو ماننتاچو معناتا طيب غلصنو ما شاء الله ما شاء الله منم غرميلاچو نغر كاله يا መጠየቅ እንዳትረሱ ንስበቱ ሁሌላኛው ደግሞ ወዴትኛው የውቀት ዘርፍ ነው የሚጠጋው አይ አይ ምን አይ ነውን من العلوم ከየትኛው የውቀት ዘርፍ ለምሳሌ ህክምና ነው ተጅዊድ ፍልስፋ ነው ፍልስፍና ነው አደብ ነው ከየትኛው ነው ከተባለ ተጅዊድ هو احد العلوم الشرعيه المتعلقه بالقران الكريم ከቁርአን ጋር ተያያዥነት ያለው ከሸሪዓ የውቀት ዘርፎች መካከል አንደኛው ነው ማለት ነው طيب እንቀጥላለን واضعه ለመጀመሪያ ጊዜ ተጅዊድን ያስቀመጠው ማን ነው? ማን ይመስላችኋል? ፎዛ ናይዲያ እሺ ፎዛ አንተን ማጣቀም እሺ ስለዚህ አሁን እናወቀው አብረን እናወቀው ምን الناحيه النظريه كتيوري بكل سنايو اي القواعد والاحكام النظريه هم منا غنه مخارج الحروف ادغام احكام المساكنه والتنوين احكام الميم الساكنه مد منا من ذي تيوري ولا لا يعني كما اسكمت بكل كما خارج الحروف وصفات الحروف والادغام مسلسلتن معناتنو قيل ابو الاسود الدؤلي ابو الاسود الدؤلي يميبالو يا علي بن ابي طالب درس يا نبرو بالدربا يا نبرو تعلقوا صحابي معناتنو الخليفه الراشد اراتنيا وخليفه يساتشو درسا تماري نبرو ويمساتشو بالدربا نبروت ابو الاسود الدؤلي ناتشو لمجمرى غزي يسقمطو تبلل وقيل الخليل بن احمد الفراهيدي تلقوا يا نحو عربيا سواسو ليك خليل بن احمد الفراهيدي ناتشوم تبلل لمثالي ب بتلمدونيا بمن نمارو باكاديميكو تمرت ياندندو تمرت زرف اباتو يتبالا ይጠቀሳል እገሌ እንትን ትምርት አባት ነው ሂስትሪ እንትና አባት ነው ምን አይባልል ስለዚህ ለክ በዚህ መልኩ እዚህ ትምርት አባት አቡል አስወድ ዱአሊ ወይም ደግሞ ኸሊል ኢብኑ አህመድ አልፈራሂዲ ናቸው ማለት ነው ومن ناحيه الى ناحيه العلميه ነገር ግን ዕውቀቱን እንደው ከዛ በፊት ተግባር ላይ ከመዋል በኩል ከመዋቅ በኩል ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ያስቀምጡት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተጅዊድ ነበር የሚቀሩት ከጅብሪል ያዙት በተጅዊድ ነው ጅብሪልም ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያዘው በተጅዊድ ሰሃቦችም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዙት በተጅዊድ ነው ማለት ስለዚህ እንደው ቲዮሪው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ከማስቀመጥ ነው እንጂ እንደውቀት እንደ ተምህርት እንደ ተግባር የነበረ ነገር ነው ማለት ነው طيب እንቀጥላለን አልስሙ ሌላኛው ስሙ ይሰመድ علم التجويد علم التجويد ይባላል فن الترتيل ማለት ነው ቁርአን አሳምሩ የማንበብ ጥበብ ማለት ነው طيب እንቀጥላለን አልስቲምዳድ ሌላኛው ደግሞ ሳይነሳ መታለፍ የለበት ነገር ما هو مستمده علم التجويد ከምንድነው ከቁርአንና ከሐዲስ መረጃ አለ ወይ ከምንድነው የተያዘው ከተባለ مستمد من القران الكريم ከቁርአን የተያዘው الله سبحانه وتعالى سوره مزمل ላይ እንዲህ ይላል ورتل القران ترتيلا ቁርአንን በዝግታ ማንበብን አንብብ ይላቸዋልና ከዚህ ይዘው ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ከዚህ ቁርአን አንቀጽና ከነብዩ صلى الله عليه وسلم ስራ ይዘው ነው ተጅዊድን እንደ ሸሪዓ ዘርፍ ያስቀመጡት ማለት ነው طيب እንቀጥላለን ከዛ ውጪ ግን ሰነድ ጋር በተያያዘ ማን ከማን ያዘው የሚለውን ግን ከፈለግ ለምሳሌ አንድ ሰነድ ብናይ አሲም ኢብኑ አቢ ነጆድ እኛ ምን ቀራበት ሪዋያ ታቆታላችሁ ሪዋያት ማን ነው ሪዋያት ሐፍስ አና አሲም እኛ ምን ቀራበት ሪዋያ ስለዚህ ሪዋያት ሐፍስ አና አሲም ሪዋያ ወይም የሐፍስ ሸኹ ማን ነው አሲም ኢብኑ አቢ ነጆድ ይባላል ሪዋያት ሐፍስ አና አሲም አይደል ያለው አሲም ኢብኑ አቢ ነጆድ ይባላል እሱ ደግሞ ያዘው ከአቢ አብዱራህማን ሱለሚ ነው አቢ አብዱራህማን ሱለሚ ከአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነው ያዘው علي بن طالب ደግሞ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛው ሰነደው በዚህ በኩል ደግሞ በነ አቢ አሲም ከዝር ኢብኑ ሁበይሽ አልአሰዲ ከሚባል ሰውዬ ነው ቁርአን የተማሩት ዝር ኢብኑ ሁበይሽ ደግሞ ከአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ከታላቁ ሰሃቢ ነው የተማሩት እሳቸው ደግሞ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተማሩት ስለዚህ ሙስተመዱ እንደዚህ በሰነድ በኩልም የመጣ ነው ቀጥታ ደግሞ ከቁርአንም የተያዘ ነው እንደ መረጃ ማለት ነው ስለዚህ በሰነድም ሲመጣ በትጅዊድ ነው ሲቀራ የመጣው አገኛችሁ ስለዚህ ቁርአን ያለ ተጅዊድ መቅራት አይሆንም ማለት ነው ሲመጣ እንደዚህ ስለሆነ የመጣው እና ያዋልን ደግሞ የ9ኛው ሐሳብ ደግሞ ህግ ሙሽሪዓ ሸሪዓው ምን ይትፈርድ
يسطال تجويد ما انبب غا بتهزه معناته فرض نو سنة نو مستحب نو يمندن نو مباح نو يبيكرم بايكرم شجر يلو ابزاني سنة ما يرقو معناته حكم الشارع العمل بالتجويد في قراءة في قراءة القرآن واجب وين فرض عين قرآن سيكرر تجويد استهكلو ما انبب بمثالي قل أعوذ برب الناس بزي ملكو مكرات واجب قديتان فرض عين ايان دان داتش الله قديتان او مالت نقر قن تيوريون ماوك احكام النساكين او التنين غون منا ميلون نقر ماوك انفورميشون ماوك تقري لهم فرضو كفاية نتوسنو سووش كاوكوت كيلو انجلنتو الناس على مالتنا يمتع الرشاو حساب داقمو مسائله من دنو تجويد بوستو يالوت مسألة وش سبتايت الوش وستاوي زرزرو شو كتب على إدغام مد مخارج غنا نزي مسألة نقرو تجويد يهات أنتنا المسائل وشو النزينة شو وستو يالو كيشن وش ميانا ساتشو نقرو شو مالتنا يتودد هاتشو تملكا شو تشاتشن نقري كوي تاتشن كوم نقرن داقن ياتشو كوم نقرن دا جبت هاتشو تسفا درقالو ديهم كقون يالو حافظو تشن أحقاري وشم ترون غير عندك نجات تسفر قال له عندك قال لي تسفر حياكم الله وبياكم اذا ليكو ايتاتشن يتوداتشو تملكاتشوتاتشن يهن يمسل نبره كنيغا بدقامي نغنايالن ابراچو نكويو تملسنا لي توداتشو تملكاتشوتاتشن يتكتتلاتشو يالاتشو تمال القران بروجراماتشن نو طابياو دغمو منبر تي في نو انغدي يتجويد بروغرام تكتاتلن نو يتملس نو يتوداچو تملكاچوچاچن انغدي بدنب تجويد ميبالو نغر كنبي صلى الله عليه وسلم قران انيا زندا اندمطاو لمن باب ميرد حساب اندون انستن نبر سلازي يميسطو اساينمنتوچن يميسطو حسابوچن يميورورو حسابوچن بدنب وسدو براكتس ماارغ ملمامد اسفلغال تجويد اندي اوقاتو بچا طقم سريلو مالت نو بدنب كالتلمامد نو امبزام طقم اينوروم سلازي بدنب ملمامد اسفلغال يهنن بدنب يازولين ፕሮግራማችን ደግሞ ወደ መጠነቀቀው እየደረሰን ያለው ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቁርአንን ለማህፈዝ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ቁርአን ለማህፈዝ ይመኛሉ ቁርአን ለማህፈዝ ወይም ቁርአን ይያፈዝን ይያለን የሚረዱን ሐሳቦችን ወድናንተ አሻግራለሁ طيب የመጀመሪያው ቁርአን ለማህፈዝ ከሚረዱ ሐሳቦች መካከል تصحيح النطق والقراءة ቁርአን ከመተሐፈዙ በፊት ያንዳንዱ ወይም የሚተሐፈዘው የቁርአን ፓርት በደንብ ተደርጎ መነበብ መቻል አለበት ማለት በደንብ አስተካክለን ማንበብ መቻል አለበት አስተካክለን ዛናነበው ያፈዝነው እንደሆነ ህፍዙም ስህተት ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ቁርአን የማህፈዝ ምኞት ሐሳብ ያለው ሰው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ቁርአን سنحفظ التكرار مع التغني ይላሉ ቁርአን ከማዚም ጋር መደጋገም አያዎቹን ከማዚም ጋር ከዚማ ጋር ማለት ነው وذلك لدفع السامت سامتي اولا وليبيت الحفظ ثانيا አንደኛ ድብርትን ለማስወገድ ነው እንዴው በደረቁ ሲቀራ ሊሰለች ይችላል ነገር ግን በዜማ ሲሆን ይያሳመረ በሚችለው ልክ ማለት ነው ይሄን ሲያደርግ እንደዚህ አይነት ነገርን ያስወግድለታል ሁለተኛ ደግሞ ህፍዙ ጠንካራ ይሆናል ይጸናል ማለት ነው ያን ዜማ ያስተዋወሰ እንኳን ህፍዙን ማስተዋወስ ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ልብህ ላይ ቁርአን ፍቅር እንዲኖረው ነው ይያሳመርከው ይያስዋብከው ስትቀራው ቁርአን ፍቅሩ ይጨምራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኢድማን ኢትላወት ይሄ ደጋግመን እንድናነብና ሱስ እንዲይዘን ማለት ነው ይህ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው አተገኒ ማተክራር سنደጋግመው ምን ማረክ ከዚማ ጋር ማረክ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኢጃደቱ الحفظ لا تجاوز مقررك اليومي ላሉ አሊሞች ኢጃደቱ الحفظ ማለት ለተሐፈዝ ያሰብከውን አስሐምረህ በጥሩ ጀውዳ በጥሩ ሁኔታ ማህፈዝ እንዲሁም ያስቀመጥከውን ፕላን ሳታሳካ በፊት ወደ ሌላ ዓለም አለፍ ለምሳሌ ለአንድ ያንድ ወር ፕላኔ ግማሽ ግማሽ ጁዝ ማህፈዝ ነው ብሎ አንድ ሰው ያሰበ እንደሆነ ምናልባት አንድ ቀን ገርቶለት አንድ ሉክ ያፈዘ እንደሆነ ወይም አንድ ገጽ ያፈዘ እንደሆነ ከዛ በኋላ ያለውን ሙሉ ለሙሉ መቀየር የለበትም ያሰብከው ፕላን አለ ያስቀምጥክለት ጊዜ ገደብ አለ በዛ ጊዜ ገደብ ተከተለ ሜዲ ያለበት ያስቀምጥከውን እየፈጸምክ ነው ያስቀምጥከውን እየፈጸምክ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው እንዳልኳችሁ አንድ ገጽ ገርቶለት ቢያፈዝና በነጋታው ደግሞ ቢከብደው ሊወርድ ነው ማለት ነው ከዛ በታች ከዛም ዝቅ ሊል ይችላል ከዛ ተስፋ ሊቆርጥ ይችላል በዚህ ምክንያት ወለሞች በየቀኑ ያስቀምጥከውን በልክ በልኩ እየሰፈርክ ሂድ የሚል ሐሳብን ያስቀምጣሉ ለኛው ደግሞ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር احذر الحسد لا تكثر الكلام عن حفظك ومقداره ምቀኝነትን ተጠንቀቅ ምን ያክል እንደሐፈዝክ ብዛቱን ህብዝ እንደጀመርክ ብለውም ደግሞ የምትሐፈዝበትን ፍጥነት እንዴት ይሄን አታውራለሰው ወይም በጣም ስፔሲፊካሊ ነጥለ ለምትወዳቸው ለምትቀርባቸው ሰዎች ብቻ እንጂ በሄድክበት ሁሉ እንዲሆንኩኝ እንዲያሉ ማውራት ምቀኛ አታቃላችሁ አልዓይኑ ሐቁን
النبي صلى الله عليه وسلم قالوت مالت نو اي عين ميبالو نجر حسد مقنيتي فتلمدو بودا منلو مالت نو نسال الله السلامه والعافيه اونت نو تكل يالا نجر نو لذلك بزاو لي طفاه به سلميجل يهم متنقق اسفلغال ليلانيونا يمرشوا حساب دغمو الفهم طريق الحفظ قرانون يكبلن اندونا حسابون مردات لما حفظ بتام كم يهاجروا نغروش ماكلو بتام بزو حفيظوت مالت سلالو يوصيكم الله في اولادكم يميلو سوره النساء لا يالو سوره انقص بتام يكبداتشال እና ምንድነው የሚያረጋጉት መጀመሪያ ምን ያረጋሉ ሐሳቡን ይረዱታል ምን ለማለት እንደፈለገው የቱ ጋ ነው 1 3ኛ 1 4ኛ 1 8ኛ ለማን ነው የሚለው ነገር ሐሳቡን ከተረዱት በኋላ ለማፈዝ ይሞክራሉ ወይ ሙራጃ ለማድረግ ይሞክራሉ በዚህ ጊዜ ይጋራላቸዋል ስለዚህ የክብድ ኔተኛውን ቦታ ካለ ቀድመን ሐሳቡን ለማያዝ እንሞክር እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቁርአን እንዴት በቀላሉ እናፈዛለን ይሄን ደግሞ ለማፈዝ ደግሞ የሚረዱ ሐሳቦች እነዚህ ነበሩ ፕሮግራማችን ይህ መስል ነበር ሳምንቱ አብዝተን ቁርአን የምናነብበት የምናደምጥበት ብሎም የምናስተነተንበት እንዲሆን ተመኘው ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ